طقس حار وجاف وأجواء مغبرة في عامة مناطق المملكة ودرجات الحرارة قد تصل إلى آخر الثلاثينات، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تكون الأجواء حارة بوجه عام في عامة مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة إلى آخر الثلاثين في أغلب مناطق المملكة، وبالنظر إلى درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء ستكون حارة في عامة مناطق المملكة تتحول إلى معتدلة في المناطق الشمالية. ننتقل سوية لنشاهد درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية، وتكون هنالك غبار خفيف. متوقع أن تكون سرعة الرياح إلى 6 كيلومترات بالساعة، والملموسة أن تصل إلى 23 درجة مئوية. ننتقل سوية لنشاهد درجات الحرارة المتوقعة في 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض، حيث تكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و 39 درجة مئوية في أيام الجمعة والسبت والأحد نهارا، مع وجود غبار خفيف في العاصمة الرياض، وتكون الأجواء لطيفة مساء لتتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية خلال الثلاثة أيام القادمة. ننتقل سوية لمشاهدة درجات الحرارة المتوقعة غدا في عامة مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا. تكون درجة الحرارة من 38 إلى 22 في عرعر، 36 إلى 21 في تبوك، من 37 إلى 19 درجة مئوية. بالانتقال إلى مكة المكرمة، تكون درجة الحرارة 39 إلى 24 في الطائف، من 31 إلى 17 المدينة المنورة درجات حارة، لتكون 39 إلى 23 درجة مئوية، وفي جدة من 34 إلى 23 درجة مئوية. في أبها 27 إلى 14 في الباحة، 26 إلى 16 في جازان، من 34 إلى 26 درجة مئوية. في الدمام غبار خفيف، من 34 إلى 20 درجة مئوية. في الإحساء كذلك الأمر، من 39 إلى 19 درجة مئوية. في